انتشر هذا الفيديو لمارت رمضان دمير وهو يلعب كرة القدم مع أصدقائه في شالة، ويقال إن هذا الفيديو جديد من عطلة مارت مع عائلته وأصدقائه برأس السنة الميلادية. والبعض من الجمهور قالوا إن هذا الفيديو قديم لأن مارت ما زال لم يتعافى نهائياً من إصابته في القدم، بالإضافة لأنه يرتدي ملابس صيفية في الفيديو ونحن الآن في الشتاء.